الكريم واختي الكريمة، كنعيشوا هاد الأيام في ظلال واحد الشهر جميل جدا، شهر مبارك، شهر عظيم، شهر يحبه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شهر كان كيجتهد فيه الحبيب المحبوب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان كيصوم فيه بزاف وكيدير فيه أعمال الخير. سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها كتوصف الحال ديال سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شهر شعبان، كتقول كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، وما رأيته استكمل صيام شهر إلا رمضان. كان كيصوم في شعبان بواحد الشكل كبير جدا، وشي مرة كتسولو السيدة عائشة: يا رسول الله، أراك تصوم في شعبان ما لا تصوم في غيره؟ عرفتي شنو قال لها سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال لها: يا عائشة، ذلك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس، ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي فيه إلى الله وأنا صائم، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بغيتك أخي الكريم أختي الكريمة تسطر على كلمة يغفل عنه الناس. السر في شعبان أن الغالبية العظمى من الناس تغفل عن فضله. رجب من أشهر الله الحرم، شهر عظيم، وملي تنقولوا الأشهر الحرم تنقولوا زمان مبارك تضاعف فيه الحسنات. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم: رجب ياك، وذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم. هذه الأشهر الحرم تضاعف فيها الحسنات. العمل الصالح في الأشهر الحرم ماشي في حل العمل في أي زمان آخر. لكن رد بالك أخي الكريم أختي الكريمة، كيف أن الحسنات تضاعف، وكيف أن الحسنات في الأشهر الحرم ماشي في حل الحسنات في الأشهر العادية؟ نفس الشيء ينطبق على السيئات. السيئة في الشهر الحرام ماشي هي السيئة في شهر عادي، كيف أن السيئة في الدار البيضاء ماشي هي السيئة في مكة المكرمة أو في المدينة المنورة. فكينا أزمنة مباركة وكينا أمكنة مباركة كتكون مقدسة عندها حرمة، فاللي كيدير شي معصية في هذاك الزمان المبارك أو المكان المبارك إضافة إلى معصيته اللي ارتكب، كيكون ارتكب واحد المعصية أعظم، وهي انتهاك الحرمة، انتهاك حرمة الزمان المبارك أو حرمة المكان المبارك. شعبان ماشي من الأشهر الحرم، ولكن شهر عظيم، شهر فيه واحد الخاصية عجيبة جدا ما كيناش في الأشهر الأخرى. شنو هي هذه الخاصية؟ هي أن الأعمال السنوية ترفع فيه إلى الله جل في علاه. الناس ديال الأعمال والناس ديال التجارة والشركات كيعرفوا بأن عندنا واحد الشهر في العام كيخصنا نحطوا البيلون، الحصيلة ديال العمل السنوي. وفي الغالب عندنا في المغرب كتدار في شهر مارس. شهر مارس الشركات خصهم يحطوا البيلون ديالهم، خصهم يديروا الديكلاراسيون ديالهم، المسائل ديالهم القانونية عندهم في شهر مارس، خصهم يحطوا داك الشيء كامل. فكتلقى بأن في الشركات واحد الحركة غير عادية في شهر مارس، كل شيء خدام،
الناس اللي كدير لا كونطابيليتي لي كونطابل لي شاف كونطابل لي زيكسبير كونطابل كتكون عندهم واحد الحركه غير عاديه نهائيا في هذاك الشهر ديال مارس. كاين اللي ما كيباتش في دارو، كاين اللي ما كيخرج من المكتب ديالو حتى 12 الليل، وكيدي معاه الخدمه للدار باش يفيق بكري عاوتاني ويكمل. الحصيله السنويه ديال الشركه واش ربحت واش خسرت واش عندها عجز واش عندها فائض كيدار في هذاك الشهر. حنا لا كونطابيليتي ديالنا البيلون ديالنا ديال العام تيطلع لعند الله تبارك وتعالى في شهر شعبان، فهاد الشهر العظيم شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. شوفوا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب أن يرفع عمله إلى الله، وهو اللي ما كيدير لا سيئات لا ذنوب لا والو، كأنه كيقول لنا على الأقل فهاديك الوقيته اللي غيكون العمل ديالك غيطلع عند الله تعالى، خليك في هذيك اللحظه صيم لعل داك الصيام يشفع فيك. فاصل ايها الافاضل ثم نلتقي بعده مباشره. ايها الاحبه الكرام، انتم دائما معنا عبر اثير اذاعه محمد السادس للقران الكريم من الرباط. عفوا. اليوم أحبتي الكرام يعني نتكلم عن الفضل ديال الأزمنة المباركة، فضل الأزمنة المباركة، ونحن نعيش في ظلال واحد الزمن مبارك وننتظر زمان مبارك أيضا اللي هو شهر رمضان المبارك. أختي الكريم أختي الكريمة، سيدي ربي سبحانه جل في علاه دار لنا مواسم ديال الخير ودار لنا مواسم ديال البركات. في بعض الآثار إن لله في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لنفحاته. سيدي ربي مرة مرة كيدير لنا واحد الموسم من مواسم الخير، وإلا جيتي تشوف في السنة غادي تلقى بأن المواسم ديال الخير واحد مرا واحد. احنا مثلا دابا كنا في رجب، شهر من الأشهر الحرم، قلنا بأن الأشهر الحرم الله تعالى يحبها يعظمها يضاعف فيها الحسنات. كان سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوصي بصيامها. الناس اللي كتعترض على الصيام ديال رجب، يكفي رجب أنه من أشهر الله الحرم والصيام مندوب في الأشهر الحرم. كيخرج رجب كيدخل شعبان، شهر يغفل الناس عنه بين رمضان بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى الله، المؤمن يجتهد شوية كيجي الموسم الأعظم ديال الأمة، موسم ديال المسلمين كاملين اللي هو شهر رمضان. من بعد شهر رمضان كتدخل أشهر الحج، شوال ذو القعدة ذو الحجة، كيولي ديك الساعة الناس مشغولة بالحج. أزمنة مباركة، سيدي ربي يغفر في يوم عرفة لكل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. كيدخل عاوتاني شهر الله الحرام محرم، شهر عظيم فيه تهو البركة وفيه الخير وفيه واحد اليوم عظيم جدا يوم عاشوراء. يعني تحس بأن أزمنة مباركة، مواسم ديال الخير، مواسم ديال البركة. عرفتي فحالاش؟ فحال ولله المثل الأعلى، يعني فحال بعض المتاجر، يعني كيديروا التخفيضات على طول العام، كيديروا واحد التخفيض كيجيو الناس كيتقضاو وكيشريو وكيعجبهم الحال، كدوز واحد المدة عاوتاني كيعاودوا يديروا تخفيض
كدوز عاوتاني واحد المده قصيره كيبدا تخفيض اخر. يعني على مدار السنه كاين تخفيضات، على مدار السنه كاين امتيازات، على مدار السنه غير جراك غتاخذ بواحد الثمن مفضل جدا، واحد الثمن اللي ما تلقاش عند واحد اخر. مول ديك الماركه اللي كيدير التخفيضات واللي كيشجع الناس، شنو الهدف؟ الهدف انه باغي الناس يتقداو، باغي الناس يشريو، باغي الناس ياخذوا من عنده. اخي الكريم اختي الكريمه، الدنيا سوق الآخرة، كلنا كنتقدى. شفتي شي واحد ملي كيدخل للسوق ياك وعندو الفلوس والثلاجة عندو خاوية وخاصو بزاف الحوايج، بعض الإخوان ديالنا في الشمال تيقولو بلعة بلعات الأشياء، عندو بزاف الحوايج يعني كتخاصه، وداخل داك السوق وعاد يدور وتيشوف يشوفوا صافي، خرج من السوق ما تقدى، ما شرى حاجه، ما دار حاجه، ورجع للدار خاوي الوفاض. واش هذا انسان عاقل؟ خلى الثلاجه خاويه، خلى بزاف الحوايج كتسناها في الدار خاصو يشريها وما شراهاش، وكان في السوق وكان عنده الوقت وكان عنده الفلوس. يعني كيبان لك بانه انسان ماشي سوي. نفس الشيء أخي الكريم أختي الكريمة، اللي حطوا سيدي ربي في الدنيا وما تقداش، حطك سيدي ربي في الدنيا باش تزود وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى. عشان يتزودوا إذا ما تقدى، عمر. قال الشاعر: تزود من حياتك للمعاد. يعني ما حدك في الحياة تزود المعاد اللي هو الآخرة، وقم لله واجمع خير زادي. خير الزاد شنو هو؟ والتقوى. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زادي؟ وما تغركش المظاهر أخي الكريم أختي الكريمة، ما تقولش الناس كلهم حتى واحد ما كيدير. شكون قال لك؟ راه يقدر يبان لك شي واحد خدام معك عادي، او صاحبك تيجلس معك في القهوه عادي، ولكن ما عرفتيش شنو كيدير في الخفاء. ربما يكون عنده شي علاقه خاصه مع الام ديالو، قاضي الغرض في بر الوالدين، ربما يكون قاضي الغرض في الصدقه، ربما يكون كيدير قيام الليل وانت ما في خبركش، ربما قاضي الغرض في الصيام، ربما قاضي الغرض في قضاء حوائج الناس. شنو بغيت نقول؟ عليكم وأنفسكم، في طريق الله ديها في راسك، انت في طريق الله ماشي، ما تبقاش تلفت تشوف هذا وتشوف هذا وتشوف هذا. لا لا، شغلي انا في طريق الله كاين الأنانية. شنو الأنانية؟ هي انني غنديها في سوق راسي، هي انني غنجتهد انا وما شغليش في الناس، واحسن الظن بالناس. كتعرف اخي الكريم واختي الكريمة، في جهنم ملي غيدخلوا شي واحد للجهنم، سأل الله السلامه والعافيه، الله يعافينا ويحفظنا، سأله تعالى ان يحرم اجسادنا على النار. شي واحدين غادي يقولوا: وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار. شي واحدين كنا كنقولوا هادو راه مساخيط، هادو راه كفار، هادو راه اهل جهنم، هادو ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. شنو بغيت نقول؟ في طريق الله ما تديها في شي واحد، اجتهد ضرب على راسك، لأن في القيامة شنو كاين؟ نفسي نفسي نفسي. وتما راه ما ينفع لا صاحبي لا خويا لا مدير لا هذا كان شاف لا هذه زوجة لا هذو أبناء لا حاجة، بل أكثر من ذلك، يوم يفر المرء من أخيه. عرفتي شنو هي يفر؟ فعل فر يفر، لكي يكون شي واحد شي خطر، مصدر ديال الخطر كتهرب منه،
الفرار. كي الهروب وكي الفرار، الفرار أقوى من الهروب. شفت صور القرآن يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وهذا الترتيب أخي الكريم في هذه الآية ماشي ترتيب عبثي، هذا ترتيب عفوا دروس ربي ديال أقرب الناس لنا في المراحل المختلفة في الحياة. ملي كيكون الإنسان يعني في مرحلة الطفولة أقرب واحد ليه اللي عنده الأسرار ديالو شكون؟ خوه اللي معه، خوه اللي قدو، كتلقاه كيعرف عليه كل شيء. تقولي ما عطيتينيش نقولها الماما، علاش؟ انه كيعرف عليه الأسرار. شوية ملي تيكبر الإنسان ديك مرحلة الطفولة كيتجاوزها كيربط واحد العلاقة مع الأم ديالو. يوم يفر المرء من أخيه وأمه، فواحد المرحلة معينة من العمر كتلقى بأن هذاك طفل أو طفلة ذكر كان أو أنثى يعني كيربط واحد العلاقة خاصة مع الأم ديالو، تبدي يحكي لها على الأسرار، كيحكي لها داكشي اللي عنده، كيبقى يعاود ليها. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، واحد اللحظة ملي كيكبر تيولي في واحد السن ديال الشباب كيولي كيستشر مع الأب ديالو، كيولي رابط واحد العلاقة وطيدة مع الأب ديالو. بغيت ندير هذا المشروع، بغيت ندير كذا، شنو بالك في كذا؟ ثم من بعد ملي كيتزوج كتولي عنده العلاقة مع من؟ شكون اللي كيكون كيعرف ليه الأسرار ديالو كاملة؟ الزوجة. كتولي هي الصندوق الأسود ديال الرجلة، عارفة عليه كل شيء، الأسرار ديالو كاملة كتعرفها مرتو. من بعد ملي كيكبر وتيكبروا الوليدات كتولي الأسرار ديال الإنسان عند ولادو، كيولي كيستشر مع وليداتو، كيهضر مع وليداتو، كيعرفوا عليه وليداتو كل شيء. فسيدي ربي جاب لك هاد الناس هادو بهذا الترتيب في المراحل المختلفة ديال العمر ديالك، وكيقول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. علاش؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الشاهد أخي الكريم شنو؟ الشاهد أن في مواسم الخير خصك تقضي الغرض مع سيدي ربي. مستعد؟ إن شاء الله. فاصل ثم نواصل. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا وسندنا ومولانا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أخي الكريم أختي الكريمة، كنتكلموا على يعني ضرورة استغلال واغتنام الأوقات الفاضلة والأزمنة المباركة، وحنا كنعيشوا في هذا الشهر المبارك العظيم شهر شعبان. أخي الكريم وأختي الكريمة، واحد المثل جاني البالي وبغيت نقوله لك وتعطيني رأيك فيه. ملك من الملوك، ملك من الملوك، خدا واحد السفير، اختار واحد السفير على أساس أنه غادي يصيفطو لواحد البلاد، وعطاه واحد الرسالة. عفاك هاد الرسالة هادي غتوصلها المسؤولين في هذيك البلاد. اللي وقع أخي الكريم أختي الكريمة
هذيك الدولة اللي مشى ليها هذاك السفير، هذيك البلاد بلاد متقدمة، شوارع نقية، إضاءة جميلة، محلات تجارية رائعة جدا، فنادق فخمة. فالسفير مسكين اللي مشى لتما يعني انبهر بواحد الشكل كبير جدا بالبلاد. فشنو قال؟ قال دابا الرسالة ديال الملك باقي الوقت، غادي نوصلها، ولكن اجي نشوف، اجي نكتشف. فولا البرنامج ديالي اليوم اليومي ديالو شنو هو؟ هو انه كيتسارى في المحلات التجارية، كيدخل وكيشوف، هادي غنديها كادو لوليدي، هادي غنديها كادو لمرتي، هادي غادي نشريها لبابا، هادي نشريها لماما، هادي غنشريها لراسي. وبقات يتقضى وبقات يدور وبقات يتسارى وتتنزه وكيتمتع. اخي الكريم واختي الكريمة، ملي غادي يرجع هذاك السفير لبلاده عند الملك اللي صيفطو، وهو ما اداش هذيك الرسالة اللي على قبلها مشى لهذيك البلاد، واش المبرر والعذر ديال اني ما عنديش الوقت هل هو عذر مقبول؟ واش هذاك السفير اللي مشى عند الملك وقال ليه اسمح لي يا سيدي راه ما كانش عندي الوقت، كنت مشغول، كنت سارف المحلة التجارية وكنت باغي نشري بزاف ديال الكادوات، ايوا ودا ليا هادشي الوقت وللاسف ما قدرتش نوصل الرسالة، هل عذره مقبول؟ انت اصلا اللي صيفطك الملك لهذيك البلاد، واش صيفطك باش تنزه وتدور، ولا صيفطك باش توصل الرسالة؟ انا وانت اخي الكريم سفراء، اني جاعل في الارض خليفة، حطنا سيدي ربي في هذه الارض من اجل رساله. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. الى تشغل الانسان على هذه الامانه وما ادهاش وبقى مشغول بشي امور ثانويه، إنه كان ظلوما جهولا، ماشي ظالم وماشي جاهل، لا بصيغة المبالغة، ظلوم جهول. لأن أصلا صفتك سيدي ربي لهنا باش تأدي واحد الرسالة، الأمور الأخرى كلها ثانوية، ولكن الأمر الرئيسي هو أن تبلغ رسالة الله، أن تؤدي أمانة الله. هذا المعنى أخي الكريم أختي الكريمة، من أجله أرسل الله تعالى الأنبياء، ومن أجله أرسل الرسل، ومن أجله أنزل الكتب، باش يبقى يفكر الناس، لأن الشيطان مرة يبدي ينسي الناس، ما جالسش مرة يبدي يتلف الناس على المهمة الرئيسية ديالهم في الحياة. وما أنسانيه إلا الشيطان. الشيطان أخي الكريم واختي الكريمة يسعى جاهدا أنه ينسي الإنسان السبب ديال الوجود دياله في الدنيا، كيخدم ليل ونهار ومعاه الجنود دياله ومعاه الأعوان دياله، والأعوان من الإنس والجن يشتغلون معه ليل نهار، وكيخدموا الأجندة ديال إبليس ويطبقون أوامره وينفذون تعليماته بالحرف، باش ينسيوا الإنسان هذه المهمة التي من أجلها خلقه الله سبحانه جل في علاه. فملي غيجي الإنسان غدا يوم القيامة واقف قدام سيدي ربي غيقول ليه عبدي عيشتك حتى عشتي في رجب، وكان من أشهر الحرم، شنو درتي في رجب؟ زدتك في عمرك، وصلتك لشعبان، شنو درتي في شعبان؟ وعطيتك رمضان، وبلغتك أشهر الحج وعرفة ومحرم، شنو درتي؟
أخي الكريم أختي الكريم، وحنا كنتكلموا على الأزمنة المباركة، إلى الإنسان ما كانش عنده هذيك الهمة ديال أنه يصوم ويتصدق ويدير الخير ويجتهد في العبادة، إلى ما كانش هاد الهمة هاد العالية، هاد الهمة ديال أنه يدير هاد التطوع وهاد الأعمال البدنية وهاد الأعمال يعني ديال التقربية من الله تبارك وتعالى، ما قدرش أقل شيء أو أضعف الإيمان أنه ما ينتهكش الحرمات ديال هاد الشعور المعظمة عند الله تبارك وتعالى. ما قدرتيش تكون قائم بالليل صائم بالنهار متصدق محسن عابد زاهد، ما قدرتيش، إوا أضعف الإيمان ما تكونش فاسق وما تكونش فاجر وما تكونش عاصي. اتقي الحرمات تكون أعبد الناس، كما قال سيد الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاصل ثم نواصل. يا إله أيها الأفاضل، أنتم دائما معنا عبر أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم من الرباط في هذا اللقاء المباشر معكم إلى حدود الساعة الواحدة ظهرا إن شاء الله. فأهلا وسهلا ومرحبا بكل من التحق بنا توا عبر هذا الأثير المعطر بأريجي الذكر الحكيم. أحبتي الكرام، نتكلم عن فضل هذا الشهر المبارك العظيم شهر شعبان. قلنا بأن من مميزات هذا الشهر المبارك الكريم أن الأعمال يعني ديال العبد، العمل السنوي ديال العبد يرفع في هذا الشهر المعظم. تقرير سنوي ديال الأعمال شنو دار العبد فكيت ترفع في هذا الشهر المبارك. كاين واحد الأمر أيضا في غاية الأهمية وهو خاص بهذا الشهر المبارك الكريم. شنو هو؟ هو تقدير الأعمار ديال العباد. أخي الكريم أختي الكريمة، في هذا الشهر المبارك كيتعطى الملك الموت واحد الملف فيه الأسماء ديال الناس اللي غادي يموتوا في هذا العام، الأسماء ديال الأموات اللي غادي يموتوا في هذا العام كتعطى الملك الموت في شهر شعبان. عفوا، كيقول سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث كترويه السيدة عائشة، كتقول كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم شعبان كله. قالت قلت يا رسول الله، أحب الشهور إليك أن تصومه شعبان؟ تحب يا رسول الله أن تصوم شعبان؟ كأنها تستفهم علاش يا رسول الله كتصوم بزاف من شعبان. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله يكتب فيه على كل نفس ميتة تلك السنة، أي نفس ستموت في هذاك العام كتكتب في شعبان. فأحب أن يأتيني أجلي وأنا صائم. الحديث إسناده حسن. في رواية أخرى، وهذه المرة سيدنا أنس بن مالك هو اللي كيروي، كيقول كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم ولا يفطر، حتى نقول ما في نفس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يفطر العام، ثم يفطر فلا يصوم، حتى نقول ما في نفسه أن يصوم العام. وكان أحب الصوم إليه في شعبان، كان يحب أن يصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شعبان. فقلنا أخي الكريم أختي الكريمة بأن هذا الشهر العظيم اللي هو شهر شعبان
كان يصومه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان كيقول بأن راه الآجال ديال الأمة والأسماء ديال الموتى تكتب في هذا الشهر المبارك، فأحب أن يأتيني أجلي وأنا صائم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الأحبة الكرام، يستمر التواصل معكم دائما عبر أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم من الرباط. كنتكلموا على هذا الزمان المبارك اللي كنعيشوا فيه، وهاد الفرص وهاد المواسم المباركة اللي سيدي ربي يعني يوفقنا لأن نعيش في ظلالها وأن نعيش نفحاتها. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعرفنا نعمه بدوامها لا بزوالها. أخي الكريم، وإحنا كنتكلموا على شعبان، هذا الشهر العظيم، وإحنا على مقربة من شهر رمضان، شهر الخيرات والبركات وشهر الأفراح والمسرات وشهر القرب من الله وشهر العبادات وشهر الطاعات. إلا سولتيني وقلتي لي يا أخي الكريم وأختي الكريمة، يعني أشنو أحسن حاجة ممكن الإنسان يدير في شعبان؟ أحسن حاجة ممكن، شي عمل ممكن يديره الإنسان في شعبان ويرضي الله تعالى، ويكون راكي وجد رمضان، ويكون استغل رمضان أو استغل شعبان واحد الاستغلال جميل. غادي نجاوبك وغادي نقول أحسن حاجة ممكن يديرها الإنسان في هذا الشهر المبارك الكريم هي أنه يتوب إلى الله. أحسن حاجة إطلاقا هي التوبة. ملي تنقول التوبة نقصد الرجوع، تاب أناب بمعنى رجع، نرجع لسيدي ربي. قلت أخي الكريم أختي الكريمة، شي مرة كنا حكينا ذاك الحديث الصحيح في البخاري ديال هذاك الرجل اللي كان في الصحراء وكان راكب على واحد الناقة وهز عليها الماكلة والشراب والملبس ديالو، يعني زاد كل اللي عنده دايرو في هذيك الناقة، تسمى الراحلة ملي كتكون يعني عامرة. وفجأة يعني أخذته سنة من النوم فوجد بأن الراحلة قد اختفت في هذيك الصحراء، وعيا ما يقلب بل لي بأنها مشات، ما عنده ما، ما عنده ماكلة، ما عنده فراش، ما عنده حتى حاجة. لقى راسو بأنه خوي الوفاض من بعد ما كان يعني عنده ما يشرب وما يأكل وما يلبس. في لحظة من اللحظات لقى راسو بأنه ما عنده حتى حاجة، وفين؟ وفي الخلا، وفي القفار، في الصحاري. فاستسلم وأخذت سنة من النوم ونعس. اللي وقع أخي الكريم أختي الكريمة أنه ملي ضربته الفيقة كيحل عينيه كيلقى بأن الراحلة ديالو، الناقة ديالو، فوق رأسه. فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخطأ من شدة الفرح، وهو كان خصو يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك. فالسيد خرج له العقل ولسانه ما طوعوش، بسبب ماذا؟ بسبب شدة الفرح. فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. يعلق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بعد ما أورد هذا المثال كيقول لله أفرح بتوبة عبده من كذا كذا كذا، من هذا الرجل هذا. لله أفرح بتوبة بمعنى أن سيدي ربي ملي كترجع عنده أخي الكريم أختي الكريمة كيفرح، يفرح بعودتك، يفرح برجوعك، يفرح بك.
بل أكثر من هذا، يحبك. إن الله يحب التوابين. يحب، عشان يحب، يحب التوابين ويحب المتطهرين. أخي الكريم، كاين واحد الحديث ورد عن سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول فيه إن المجاهد إذا قال يا رب، والعالم إذا قال يا رب، والحاج إذا قال يا رب، لب الله تعالى كل واحد منهم مرة. تقول لي لبيك مرة واحدة. العالم اللي كيهزي يديه كيقول يا ربي، تقول لي سيدي ربي لبيك يا عبدي. ملي كينادي واحد مجاهد يا رب، سيدي ربي تيقول ليه لبيك يا عبدي. لبيك زعما تفضل، شنو بغيتي، انا نجاوبك. الحاج اذا قال يا رب، قال الله تعالى لبيك يا عبدي مره واحده. اسمع هذه التتمه الجميله اخي الكريم واختي الكريمه. والعبد العاصي إذا قال يا رب لباه المولى ثلاثا، تقول له لبيك يا عبدي لبيك لبيك ثلاثة المرات. فتقول الملائكة ربنا لبيت هؤلاء مرة ولبيت هذا العبد ثلاثا. هذا مجاهد، هذا عالم، هذا حاج، هذا كلهم ناس متلبسين بالطاعة، وكتقول لهم يا ربي لبيك. وهذا العبد العاصي المذنب قلت لي ثلاثة المرات لبيك لبيك لبيك. فيقول الجواد الرحيم الكريم سبحانه، المجاهد نادى واستدل بجهاده، وكذلك العالم استدل بعلمه، والحاج بحجه، والعبد العاصي أتى إلى ربه بتوبة منكسرا من قلبه. وأنا جابر القلوب المنكسرة، رحمن الدنيا والآخرة، سبحانه 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 سبحانه. أنا جابر القلوب المنكسرة، أنا جابر القلوب المنكسرة. حقيقة التوبة أخي الكريم أختي الكريمة هي هذاك الندم، هي هذاك الانكسار اللي كيكون في القلب، وأن الإنسان في لحظة من اللحظات يستحضر عظمة الله تبارك وتعالى. كيف كيقولوا سادتنا التابعين السلف الصالح، لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. وفي زماننا أخي الكريم أختي الكريمة المعاصي سهالت، المعاصي في هذا الزمان أخي الكريم أختي الكريمة تهيأت وتيسرت أسبابها وسبلها. سهلت المعصية، سهلت المعصية بواحد الشكل كبير. فالتوبة، التوبة، التوبة. فحقيقة التوبة أخي الكريم أختي الكريمة هي ذاك الإحساس اللي يكون عندك في القلب، إحساس بالألم، إحساس بالندم، إحساس بأنك درتي واحد الحاجة ما خصكش تديرها، إحساس بأنك عصيت ملك الملوك، درتي واحد المصيبة كبيرة، بأن الله تعالى كيشوفك، وبأن راه السمع ستر بلي عطاك هذاك الأذن اللي كيتعصى بها الله تبارك وتعالى، راه ربي اللي عطاها. راه ممكن سيدي ربي ياخذ حاسة السمع، ولا لا ممكن ولا ماشي ممكن؟ هذاك البصر اللي كيتعصى به الله تبارك وتعالى، واش ممكن سيدي ربي ياخذه ولا ما ياخذوش؟ ممكن. هذاك داك اللسان اللي كيتذوق وكيتعصى به الله تبارك وتعالى، واش ممكن سيدي ربي ياخذ هذيك داك الحاسه ديال الذوق ما تبقاش عند الانسان؟ ولا لا ممكن. هذيك الرجل، هذيك اليد، هذيك الجوارح اللي كيتعصى بها الله تبارك. تخيل اخي الكريم واختي الكريمه بصدق، تخيل كون فين ما نديرو معصية هذيك الجارحة اللي درنا بها المعصية
تموت، ما تبقاش عايشة، ما تبقاش فيها الحياة. تخيل، تخيل الإنسان يشوف شي منظر ما هوش، شي منظر محرم، شي مشهد، شي حاجة ما خصوش يشوفها وشافها، فهذيك اللحظة مشى النور ديال البصر. تخيل كون سيدي ربي يتعامل معنا هكذا. تخيل أن الإنسان يتذوق شي حاجة حرام ويتعمد أنه يأكل الحرام وما يبقاش يأكل، صافي تعطل لي ديك الحاسة، أو يسمع لشي حاجة حرام ويمشي ليه السمع. تخيل كون كان سيدي ربي عاملنا هكذا، لكنه يمهل ولا يهمل، كيتسنانا باش نتوبوا. أخي الكريم وأختي الكريمة، كيتسنانا باش نتوبوا، والإنسان لما تابش نسأل الله السلامة والعافية، اش كيكون الجزاء ديالو؟ وحيل بينهم وبين ما يشتهوا، داكشي اللي كيعجبو وداكشي اللي كيتمتع به سيدي ربي كيمنعو عليه. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. نتوب إليه سبحانه جل في علاه، نتودد إليه، نطلب الله تعالى يعني فهاد شعبان المبارك وحنا على الأبواب ديال هذا الشهر العظيم شهر رمضان، نبدأ معها صفحة جديدة، ويكون واحد العزم وواحد يعني واحد الإرادة صادقة بأن يا ربي راني باغي نبدأ معك صفحة جديدة، يا ربي راني ندمان، يا ربي راني ندمان على داكشي اللي درت، ويا ربي أنا عارف وعارفة بأن هاد الطريقة دي راها ما كتخرج، ورا أنا ما مرتاحش أصلا، دابا راني عايش في العذاب، يا ربي أنا راني عايشة في العذاب، راني في الظاهر كيبان بأنني مرتاحة وفرحانة ومسرورة وسعيدة، ولكن راه أنت اللي عالم يا ربي بالضيق اللي في صدري. يا ربي بغيت نبدا معك صفحة جديدة، يا ربي بغيت نبدا معك صفحة جديدة، يا ربي تجعل هاد شعبان إن شاء الله بداية صفحة جديدة معك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين.